بليز بليز لا حدا يجرب هاي الوصفه. جربوها بس ما تاكلوها. هاي الوصفه. مرحبا حبايبي، كيف حالكم اليوم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مناح. شوفوا اليوم كتير 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 متحمسه لانه راح اعمل فيديو اجرب فيه اغرب وصفات تيك توك. ايوه، انه بنشوف دائما وصفات تيك توك معبيه الترند والناس كلها عم بتجربها، فهل فعلا هي عن جد طيبه وعن جد بتستاهل هالترند اللي عم تاخده؟ اليوم رح اكتشف هذا الاشي معاكم واجرب مجموعه من الوصفات اللي كتير 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 انشهرت. انتم كمان عم تحضروا هاي الوصفات وبصيرجع بالكم تجربوها، اكتبوا لي بالتعليقات. بس لحظه، خليني بالاول قبل ما نبلش الوصفات وكل شيء احكي لكم على شغله انا حاببتها كتير كتير كتير. اوكي جاهزين؟ 3 2 1 ليتس جو جايز. بتعرفوني لما بجرب شغله وبتعجبني اكيد بحب احكي لكم عنها، واليوم رح احكي لكم عن اجدد اصدار من ساعات هواوي، هواوي ووتش جي تي 3، مجموعه مراحل القمر 2، الساعه اللي انا لابستها، ساعه احترافيه بتتبع صحتكم ولياقتكم وبتظهر مراحل القمر. وشو بدي اقول لكم عن التصميم اللي عن جد بجنن، مميز وبسيط، العدسه كبيره واهم شيء انها خفيفه في الوزن. اكثر شيء بيميز نسخه الساعه اللي بيجي قياسها 42 ملم هو حزام الميلانيز المغناطيسي، عمر البطاريه فيها كتير طويل وشحنها سريع. تخيلوا بساعة واحدة بتشحن شحن كامل وبتكفيكم لأسبوع إذا كنتوا عم تستخدموا قياس 42 ملم، ولا 14 يوم إذا كنتوا عم تستخدموا قياس 46 ملم. والساعة هاي زي كأنها طبيب تاخذوه معاكم وين ما رحتوا، بتشوف لكم دقات القلب، النفس، النوم ودرجة الحرارة، وكمان بتراقب لكم معدل التوتر. وهذا الإصدار بوفر لكم ميزة الشامروك للحياة الصحية لتذكير الصحة الشخصية، هذا غير التمارين المتعددة 100 وضع للتمرين. وبهاي الطريقة بتقدروا تستقبلوا اتصالاتكم. أحلى شيء بتقدروا تستخدموا هاي الساعة لأي نوع موبايل موجود عندكم، أندرويد أو آي أو إس، مش ضروري بس يكون موبايل هواوي. تخيلوا إنه سعر الساعة 899 درهم بس، وبتقدروا تحجزوها من هلا، ومع كل هاي المميزات رح تحصلوا على هدية من هواوي بقيمة 598 درهم. وفوق كل هاد رح أترك لكم حبايبي كود خصم رح تقدروا تستخدموه لتحصلوا على خصم 100 درهم. شو عم تستنوا؟ رح أترك لكم كل الروابط في صندوق الوصف، انبسطوا في هذا العرض الرهيب. جايز جاهزين نبلش بوصفات التيك توك؟ شوفوا صراحة في منهم وصفات شكلهم بشهي، بس في وصفات شو هاد؟ ايش قصدهم فيهم؟ رح نبلش بأول وصفة واللي هي وصفة شكلها كتير زاكية، عبارة عن اوريو كوكيز نحط بحليب بكاسة ونحط في المايكرويف قام صار كيكة. كيف زبطت معهم؟ ما بعرف، اليوم رح نجرب. الأشياء اللي رح نحتاجها بسكوت، انا رح استخدم اليوم اوريو، ورح نحتاج كاسة حليب، نحتاج بيكنج باودر، هدول هم ثلاث مكونات. فما بعرف اذا عن جد هالوصفة هاي رح تزبط مثل ما بيقولوا. ايش بيحكوا هم؟ انه لازم نحط بالكاسة، جبت لكم كاسة شفافة عشان تقدروا تشوفوا، رح نحط فيها بسكوت أربعة نحط أربعة، وبعدين البسكوتات هدول رح نكسرهم. اوكي، بس تحسوا حالكم شوي انهم هيك تكسروا، بتضيفوا شوية حليب وبترجعوا بتخلطوا كمان. طيب هنحط الحليب والاوريو مع بعض، اذا خلطوهم منيح. صار هيك اكيد التكسير اسهل بكتير. اذا حسيتوها راخية كتير ارجعوا ضيفوا كمان اوريو. جايز نسيت احكي لكم عن واحد من المكونات، سوري. رح نحتاج طحين، فرح اخذ معلقة طحين صغيرة واحطها بالمزيج وبنرجع نخلط. واو عن جد عم بصير ادخل وعم بيتماسك قاعد مع بعض. واخر مكون رح نحتاجه هو البيكنج باودر، رح نحتاج نص معلقه. واو شو رايكم بتزبط؟ بتزبط. شو رايك عائشه بتزبط؟ فايز هم بالتيك توك صراحه مش قايلين قديش المده اللي حطوها في المايكرويف، فعلى الله تزبط، رح نحطها دقيقتين. بتدخل على اخر لحظه لانه فجاه صار يقول لا خلص في بركان عم يصير بقلب ال. طب نحطها بكاسه اكبر؟ نحطها بكاسه اكبر؟ نحط هلا؟ على فكره لساتها بارده. طب مش عارفه نحطها بكاسه اكبر ولا بتخرب هلا اذا حطيناها بكاسه اكبر. جايز او ماي جاد الريحه بتشهي. يا الله سخن كثير. طيب دير بالك. زاكيه؟ عن جد؟ طيب سيبهم اعطيني اياها. بدي ادوق عشان احكي لهم، اذا رح نعتمدها ولا لا. باي. ما تخيلت انه تزبط. اوه واو طلعوا فلافي بدقيقتين. يا جماعه عن جد ولا بتتخوف؟ عن جد بنصحكم كلاكم تجربوها، اول شيء كثير سهله، ثاني شيء كثير طيبه، ثالث شيء راح اخذها انا. كثير زاكي. او ماي جاد واو. بس عشانها سخنه. واو عائشة معك معلقتك. طبعا عائشة من التيم تبعنا، راح انا راح اعتمدها. واو بصير اعملها لما يجي عنده ضيوفك بكاسات صغيرة وكل واحد ياكل وحدة. عن جد طيبة.
لايك. بس جايز عندي لكم وصفه بتجنن، بتضلها تطلع لكم كل وصفات اللي رح اعملكم اياها اذا عملتوا سبسكرايب اشتراك، اضغطوا على الزر الاحمر اللي موجود تحت واشتركوا في قناتي عشان تشوفوا كل فيديوهاتي المجنونه الرايقه الهبله العائليه، كل شيء بكم اياه بتشوفوه اذا ضغطتوا على زر الاشتراك. اوكي يلا نروح على الوصفه الثانيه. الوصفة الثانية كمان شكلها كتير زاكية وطيبة، رح نحتاج لأصابع موزاريلا، رح نحتاج لبيض، رح نحتاج لطحين، وأكتر إشي رح تنبسطوا عليه وتتحمسوا عليه معاي هو التشيتوس. وخليني أفرجيكم على السريع الفيديو اللي انشهر لتيك توك عن هاي الوصفة. رح نعمل زي هذا الفيديو. أوكي خلصت المهمة، هون رح نحط عنا البيض. وبنخفق البيض. رح نجيب أصابع الجبنة ونغرقهم في البيض وبعدين في الطحين، وبنرجع مرة تانية بنغرقهم في البيض، وبعدين أهم أهم خطوة رح نحطهم في التشيتوس. حطوا هيك عبين ما يتعبوا تشيتوس من بيت تشيتوس. أرجع أعيد وصفة، هاي كتير أزبط. إذا عندكم بلندر حطوا التشيتوس بالبلندر بيطلع معكم بهذا الشكل ناعم هيك وظبط. لا تقعدوا تخبطوا عليه وتطحنوه بإيدكم، لا 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 أكيد هاي أزبط. طيب رح أعمل وحدة بيض طحين كمان مرة بيض بعدين بالتشيتوس الأصلي. يا سلام على هاي، هون الخبرة، هون الخبرة يا جماعة. واو الفرق جايز طلعوا. يا الله شو هاي الفرق بين التشيتوس المهروس صح والتشيتوس اللي ما مهروس صح. اوكي جايز اذا تردوا على نور بهاي الوصفه ماشي. يلا الخطوه المهمه هلا بنحطهم في نار حاميه كثير. جاهز؟ الخطوه المهمه اني ما احرق ايدي. واو حلو حلو. اللي بعده طبعا نور عملهم عمليه اصلاح لكل الجبنات. ايوه اخر وحده. يلا 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 اوبا هلا هلا يلا يا هلا نشوف اذا احترقوا ولا لسه. اوه واو يا جماعه شكل الموضوع جاهزين. هن ما بيطولوا يعني اقل من دقيقه يعني تقريبا. لازم على السريع فرجيهم فرجيهم على المنظر فرجيهم. يا سلام واو يو جايز. لايك تقدروا تعملوها اذا كان عندكم لمه عزيمه اصحاب جايين او نور جعباله ياكلهم. اوكي جايز وصلنا للوصفه اللي انا مش جعبالي اعملها، وبكل صراحه مش جعبالي اعملها بس بدي اجربها لانه عن جد. خليني احكي لكم شو الوصفه. الوصفه عباره عن مخلل اوكي مع شوكولاته، بنلف عليهم عجينه باف باستري وبنزينهم بشوكولاته. يعني انا عم بعشق المخلل بهاي الفتره، بس انتم متخيلين انه مخلل وشوكولاته؟ لا 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 لا. خلينا نشوف الفيديو شوي. سو هاي هي الوصفة اللي بنعملها. طيب عملت هون على قدنا، احنا هلا موجودين أربعة، سو بدنا نحفر أربع خيارات، أوكي؟ بتحفروهم بحفارة الكوسة والمحاشي، وجوا كل خيارة رح تجيبوا شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة بتحبوه من هذا النوع الأصابع، وتخيلوا حالكم عم تعملوا محاشي، يلانجي، ورق عنب. شفتوا ليش هاي الوصفة مش جاي على بالي اعملها ابدا؟ حبيبتي انا رح انسحب لانه ما بيزبط معي هالكلام. اوكي جايز سو هلا الخطوة اللي بعدها انه رح نلف العجينة هاي على المخلل بالشوكولا. وهاي العجينة بعدين كلياتها رح نقليها، وبعدين رح اكمل بنفس الشيء، سو هاي العجينة بنلفها بالمخلل بالشوكولا، وهيك صاروا جاهزين للقلي، ونبلش القلي. جاهزين؟ يلا. نشوف هالوصفة وآخرتها معنا. أنا مش مستوعبها يا جماعة، مش مستوعبة هالوصفة هاي. واو وهيك نعتبر خلصنا. طيب راح نشيلهم نطفيهم هيك شوي بالإيد. أوكي. يا سلام منظرهم بشهي، بس إن شاء الله تكون طعمتهم بتشهي مثل منظرهم. أوكي جايز فكرت إنه هذا تشوكلت سيرب طلع كراميل، بس يعني نفس المبدا. او في عندنا شوكولاته ولا خلص بهذا الكراميل؟ خلص كراميل بيزبط. ماشي واو منظر صراحه لما هيك تشوفوه عن جد بياخذ العقل. النكهه جاهز تدوق؟ يلا تفضلوا ذوقوا معانا. كثير سخنه هاتي لشو؟ نعم
ليش عجبتك؟ صراحة صراحة عجبتني. لا عن جد والله طيبة. أدوق حبيت بس سخنة ديري بالي. بالعكس كثير طيبة. يعني تخيلي حالك مثلا هلا هيك انتهت الدنيا وما ضل في اكل في العالم، فيكم تاكلوها والله عن جد. او ماي جاد لا 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 او ماي جاد رهيبة عن جد رهيبة. طيب كثير بليز بليز لا حدا يجرب هاي الوصفة. لو جربوها بس ما تاكلوها يعني. هاي الوصفة لا ما رح كملها عن جد رح يكملها. جايز ما تجربوا هاي الوصفة. رح ننتقل للوصفة اللي بعدها ان شاء الله يكون ختامها مسك. ليتس جو للوصفة رقم 4. الوصفة اللي بعدها رح تحتاجوا فيها اسياء سواء حديد او خشب. رح تحتاجوا فيها ذرة، نحتاج فيها مايونيز وجبنة دهن وجبنة بارميزان او شو كان اسم الجبنة اللي حطوها بالوصفة. المهم بدكم جبنة هيك مبروشة انها تزبط تنحط على الذرة، واهم اهم شيء التشيتو. هلا بهاي الوصفة الاصلية بحطوا تشيتوس حار، انا اليوم مش قادرة اكل سبايسي فرح استخدم التشيتوس العادي. خلينا نبلش. المهمة الأولى هاي رح تروح المهمة لنور لأنه أنا ما بقدر عليها. حبيت الطريقة. أول شي رح نعمله رح نجيب المايونيز أوكي ومندهن مايونيز على الذرة. ممكن تساعدك كمان بهاي؟ صح يا ريت. ممكن تطلع من الفريم ونكمل أنا الفيديو شوي أوكي وبعدين ندهن. بعدين بتجيبوا حدا يدهن المايونيز على الذرة. لازم كلها 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 تتغطى مايونيز. طيب تخيلوا هاي الوصفة مايونيز. بدكم نشوف الفيديو؟ رح نحطه على وجه نور. حطوه على وجهي للفيديو. فهاي الوصفة حلوة كتير. والله حلوة كتير. مرش عليها جبنة. هيك ايوه اوكي. وبعدين بنحط عليها التشيتوس. خليهم يشوفوا المنظر هيك. شوف هيك صارت جبنة بارميزان مع المايونيز. وهلا هاي الخطوة لفوا 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 التشيتوس إذا علق التشيتوس منيح. واو اوكي نايس رهيب 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 حلو. هلا رح نحط عليه الخطوة الأخيرة واللي هو جبنة للتزيين وللطعم. جاهزة؟ جاهزة. عجبت عيدي. شلون؟ طيبة؟ واو. زاكي كتير وعلى قولة نور تعتمد. تعتمد يا جماعة. جايز هاي الوصفة اكيد تعتمد. جربوها روعة. واو 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 عن جد. وان شاء الله بهيك تكونوا حبيتوا الوصفات اللي جربناها لليوم. اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي بالتعليقات عشان كل فترة اجمع لكم مجموعة وصفات ونجربها مع بعض. وكمان لا تنسوا انكم تشتركوا في القناة اوكي. اشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهاتي اللي جاي اكتر واكتر واكتر. بحبكم كتير كتير. ولا تنسوا تشتركوا في حسابي على انستغرام وقناتنا العائلية انا ونور. وكل هاي الاشياء رح تلاقوها تحت في صندوق الوصف. باي.